أفهمت ما أريده؟ فهمت يا سيدي. وهؤلاء حفظوا كل ما سوف يقال أمام مولانا السلطان. حسن حسن، خذ هذا. كل ما نخشاه يا سيدي هو السجن. لا تبالي بهذا الأمر، فأنا أضمن لكم سجنا بلا تعذيب. لولا الحاجة ما فعلنا هذا. أجوركم ستصل بيوتكم، وأنا أنا المسؤول عن تربية أولادكم. هيا أخبر مولانا السلطان بالحقيقة. العفو والسماحة مولانا السلطان. تحدث قبل أن ينالك عقاب السلطان. من حرضك أيها الرجل على قتل الشيخ الرازي؟ ابنه عبد الله. أيعقل هذا؟ الابن يطمع في مال أبيه. أكمل. عبد الله هو الابن الأكبر للرازي، وهو يعيش في غزنة، وقد دفع عليه المال لقتل الرازي. لا حول ولا قوة إلا بالله، الفاسد يولد من ظهر العالم. عالم؟ مولاي السلطان إليك المفاجأة الكبرى، فليتقدم من بالباب. السلام على مولانا السلطان المعظم. من يكون هذا الرجل؟ اسمه غريب، قبضنا عليه عند الحدود ومعه 100,000 دينار، سألناه عنها فقال: دفعها إلي الرازي لتسليمها للخليفة الناصر. ألم أقل لك يا مولاي إنه يطمع في منصب ما؟ أين تلك النقود؟ هي في حوزتنا يا مولاي. خطة محكمة هي إذن. لقد تمكنت من كشفها بعد جهد بالغ. بأمري أنا خوارزمي شاه ينفى فخر الدين الرازي إلى غزنة. إن الفتنة هي ما كانوا يفتنون المسلمين عن دينهم، تارة بإلقاء الشبهات في قلوبهم، وتارة بالتعذيب. والفتنة هي امتحان للمرء. وقال تعالى: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما هذا؟ مولانا السلطان خوارزم شاه أمر بنفيك إلى غزنة. ماذا؟ لقد ثبت للسلطان تآمرك. أنا لا أفهم مقصدك، أي تآمر ذلك الذي تتحدث عنه؟ فيما بعد ستعرف كل شيء. هذا ظلم، والساكت على ظلم ظالم أيضا. ستغادر البلاد الليلة يا أبا عبد الله. هيا نفذوا عنه السلطان عنوة. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. هذه فرصتك لتبيع ثمار بستانك للتجار. ثماري أصابها العطب. عطب؟ وما العمل إذن؟ إجابة هذا السؤال هي التي دفعتني للمجيء إليك. ماذا تقصد؟ رجالك سيقومون بجمع الثمار بساتين الرازي. نسرق الثمار؟ أجل، لكنك تعرف أن رجال الشرطة رجال الشرطة كالخاتم في أصبعي، أحركه كيفما أشاء. جهد عظيم يستحق الشكر.
من ليلة أمس ونحن في انتظارك. طوال الليل وأنا أدور في شوارع المدينة بنفسي لكي يسود الأمن. نحن العين الساهرة التي باتت تحرس في سبيل الله. يمكن لكما أن تنصرفا. وهذا الرجل؟ سنعرف منه بطريقتنا تفاصيل المؤامرة، وسوف نعرض الأمر بأكمله على مولانا السلطان. بإذنك يا سيدي. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك معتوق أليس كذلك؟ يا إلهي، مضبوط يا سيدي، ولكن كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ أنا كبير الشرطة، ستغادر هذا المكان على ألا أراك في خوارزم كلها. ماذا؟ ماذا سيدي؟ أما سمعت؟ سمعت سمعت سمعت. هيا، لا أريد رؤية وجهك مرة أخرى، وإلا أدخلتك السجن. مرحبا بإمام المسلمين في غزنة. لطالما تمنينا من الله أن تأتي لزيارتنا. أشكر لك يا مولاي السلطان. هؤلاء هم علماء غزنة، جاءوا ينصتون لك لما بلغهم خبر علمك. أشكر لك يا مولاي السلطان. هل تأذنون لي يا إخواني بالانفراد بالشيخ؟ هيا بنا يا عبد الله. فخر الدين، مهمون أنت وفي عينيك بريق الدمع. أوشك أن أغدو أحسن حالا بعد لقائك يا مولاي. لا تخفي عني شيئا، لماذا أخرجوك من خوارزم؟ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. أكمل الآية يا فخر الدين. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. إن كنت تريد مالا فاعلم أن اتفاقنا كان مشروطا بموت الرازي. أعلم أن اتفاقنا كان مشروطا بموت الرازي، ولكن محاولتي باءت بالفشل. وإذا لا مال لك عندي. هكذا يكون جزائي؟ عظيم الشكر لك، عظيم الشكر لك. بإذنك.